أستاذة نادية من القاهرة تتفضل. كل سنة وحضرتك طيب يا شيخنا. وحضرتك طيبة يا فندم. دلوقتي أنا ابني موظف ومراته ست بيت، بس هي مريضة، فأنا عايزة أسأل ممكن أديها هي الزكاة؟ هتدي لها هي الزكاة على إن هي زوجة ابنك، ولا هتدي لها الزكاة لأن عشان تكون لابنك؟ لا، على أساس إن هي مريضة وابني مش يعني حدوده في المادة على قده. هي زوجة ابنك ليست من الأشخاص الذين إذا افتقروا يجب عليك إن أنت تنفق عليهم، فما فهمش القاعدة اللي موجودة في ابنك، وخاصة إذا كانت هناك ذمة مستقلة، وخاصة إذا ابنك كان عاجز عن الإنفاق عليها وهي في الحقيقة محتاجة لإنفاق عليها، من مسألة النفق عليها باعتبارها إن هي محتاجة إن ينفق عليها في مسألة العلاج بتاعها، يجوز بهذا المعنى، لكن ما يجوز إن أنت تعطيها المال لكي تكون يصل إلى ابنك، لكن لو هي فعلا محتاجة لده وهي في الحقيقة ليها ذمتها المالية مستقلة وابنك لا يستطيع أنه يصل إلى ده، فمناش دعوة بمسألة أن ابنك يستطيع ولا ما يستطيعش، لكن هي يجوز أن أنت تعطيها لكي تنفق على علاجها.